Hello everyone, حبايب قلبي. Grade 5 عندنا سلسلة المتميز منزل لنا بنك أسئلة جميل جدا للريفيجن للمراجعة. هنبدأ نحله مع بعض كده ونستعرض طريقة الحل. يلا تابعوا معايا. بشكر طبعا الناس المحترمة اللي عملوا لنا الشغل الجميل ده. هنا هنبدأ. بيقول لي In Egypt's wide desert, في صحراء مصر البيضاء, you can see some amazing sculptures, بتشوف منحوتات او تماثيل مدهشة. How did they get there? ازاي وصلوا هناك? They were made by the wind, اتكونوا بفعل الرياح. They weren't any sculptures millions of years ago, كانش في اي تماثيل او منحوتات من ملايين السنين. Over time, the wind blows sand and small stones against the rocks, بمرور الوقت الرياح بتهب فبتطير الرمل والأحجار الصغيرة في اتجاه الصخور. The rocks change shape, الصخور بيتغير أشكالها. After many years, بعد سنوات كتيرة, the wind and sand, الرياح والرمال, turn the rocks into beautiful sculptures, بيحولوا الصخور لتماثيل شكلها جميل جدا. تعال نحل كده ونشوف. The space and sand turn the rocks into beautiful sculptures. ايه والرمل اللي بيغيروا شكل الصخور يخلوها تماثيل جميلة؟ هنا هو قال the wind and sand, يبقى انا هنا اختار wind, الرياح والرمل. The rocks change shape, الصخور بيتغير شكلها. Where is the white desert? أين الصحراء البيضاء؟ أو أول كلمة في التكست, It's in Egypt. Where is the white desert? It's in Egypt. هي في مصر. هنا عندي Were there, هل كان يوجد any sculptures millions of years ago, هل كان في أي تماثيل أو منحوتات من ملايين السنين؟ هنا هو قال لي there weren't any sculptures, لا مفيش. يبقى where there دي بجاوب عليها ب no there weren't, no there weren't, لا لم يكن يوجد, no there weren't. التكست الثاني بيقول لي many people say, ناس كتير بيقولوا, that there are bad things about tourism, ان في حاجات كتير سيئة عن السياحة. It creates too much carbon dioxide from plane journeys, بيقول انها بتنتج ثاني اكسيد كربون كتير جدا من رحلات الطيران. And it damages historical places, وبيتدمر الاماكن التاريخية or monuments او الاثار. But لكن on the other hand, من ناحية اخرى, there are good things about tourism, في حاجات جيدة بخصوص السياحة. زي ايه؟ It gives jobs for local people, بتوفر فرص عمل للسكان المحليين. And helps them learn about new cultures, وبتساعدهم انهم يتعلموا حاجات عن ثقافات وحضارات جديدة. نشوف بقى, نحط true or false. Tourism creates oxygen from plane journeys, السياحة بتنتج لنا أكسجين من رحلات الطيران. طبعا لا, هي بتنتج كربون دايكسايد, فده فولس. There are pros and cons. Pros and cons يعني مميزات وعيوب for tourism. Yes, true. Tourism helps local people, السياحة بتساعد السكان المحليين. True, yes. تعال نشوف السؤالين دول, 4 and 5. What does tourism damage? ماذا تدمر السياحة؟ اهي نبدأ بتوريزم. طريقة الإجابة دايما نبدأ بالفاعل. الفاعل هنا tourism, وبعدين does أخدها من إيديها وأديها لدمج, هتديها S, يبقى tourism damages, السياحة بتدمر إيه؟ تعالى نشوف كده أهو. قال لي it damages historical places or monuments, بتدمر الأماكن السياحية, historical places or monuments.
بتدمر الأماكن السياحية والآثار. تعال نشوف هنا Does tourism help people؟ هل السياحة بتساعد الناس؟ Of course, yes. How؟ إزاي بقى بتساعد الناس؟ أهو It gives jobs for local people. بتوفر فرص عمل. أهو يبقى هقول له It gives jobs، بتوفر فرص عمل لمين؟ For local people، للناس السكان المحليين، وكمان بتساعدهم انهم يتعلموا ثقافات جديدة and helps them learn new cultures and helps them learn about new cultures، يعني بتساعدهم يتعلموا ثقافات جديدة new cultures. نشوف هنا الباسج اللي بعد كده 100 years ago، منذ مئات السنين، the earth was getting a little warmer، كان كوكب الأرض بيصبح أكثر دفئا، the atmosphere، الغلاف الجوي، was changing a little، كان بيتغير بشكل بسيط، but over the past 20 years، لكن في خلال العشرين سنة الأخيرة، the changes are happening faster and faster، التغيرات دي بدأت تحصل بشكل أسرع وأسرع. Scientists think that people are causing climate change. العلماء بيعتقدوا إن الناس هم السبب في تغير المناخ. We produce too many greenhouse gases through factories. إحنا بننتج كتير من غازات الاحتباس الحراري عن طريق المصانع، transportation، وسائل المواصلات، making and building things، صنع وبناء الأشياء، and livestock farming، وتربية المواشي. The greenhouse gases make the temperature go up. غازات الاحتباس الحراري بتتسبب ان درجة الحرارة بترتفع. The earth was getting a little warmer. الارض كانت من 100 years ago، منذ 100 سنة، تمام؟ بتتغير ل a little warmer، تبقى اكثر دفئا. Climate change is caused by تغير المناخ اللي بتسبب فيه people، الناس. We produce too many greenhouse gases، احنا بننتج كتير من غازات الاحتباس الحراري. تعال نجاوب الاسئله. What happens، ماذا يحدث، when the greenhouse gases are in the air، اللي بيحصل لما غازات الاحتباس الحراري بتكون في الهواء؟ طبعا بيتسببوا في رفع درجة الحرارة، يبقى the greenhouse gases make the temperature go up، يبقى هنقول the greenhouse gases، غازات الاحتباس الحراري، the greenhouse gases make the temperature، بتخلي درجة الحرارة go up، ترتفع. Give two examples، يعني اديني مثالين for greenhouse gases، لغازات الاحتباس الحراري. أو قال لي إن في water vapor، carbon dioxide، methane، نختار منهم اثنين زي ما قال لي، فهقول له water vapor، بخار المية، أو المثال لغازات الاحتباس الحراري water vapor. Water vapor. وإيه كمان؟ ناخد and carbon dioxide، غاز ثاني أكسيد الكربون، and carbon dioxide. هنا ليلى's mom explains to her، مامة ليلى بتشرح لها، that we have a natural greenhouse effect on earth، نحن عندنا في تأثير لغازات الاحتباس الحراري على كوكب الأرض. There are gases in the atmosphere، في غازات في الغلاف الجوي، that keep the earth warm، بتخلي الأرض دافية، so we can live on it، عشان نقدر نعيش عليها. The greenhouse gases work like a blanket around the earth، غازات الاحتباس الحراري دي بتعمل كبطانية كده حول الأرض تدفيها. Greenhouse gases allow the sun's light، وغازات الاحتباس الحراري دي بتسمح لضوء الشمس to shine onto the earth's surface،
تشرق على سطح الأرض. But they stop the heat of the sun from going out of the earth to space. بس بتعمل مشكلة بقى انها بتمنع غازات الاحتباس الحراري من العودة للفضاء وبتمنع ضوء الشمس من العودة للفضاء. And they make the planet too hot. وبيخلوا the planet too hot. وبيخلوا الكوكب حر جدا. Layla's mom, Mommy Layla, explained that we have a natural greenhouse effect on Earth. Mommy Layla بتشرح لها ان احنا عندنا تأثير الاحتباس الحراري على كوكب الأرض. The gases in the atmosphere keep the Earth, الغازات اللي في الغلاف الجوي بتخلي الأرض warm, دافئة, لأنها بتشتغل كبلانكت, كبطانية. We can on Earth because of the gases in the atmosphere. We can live on Earth, يعني احنا بنقدر نعيش على كوكب الأرض بسبب الغازات اللي موجودة في الغلاف الجوي. هنا شباب بيقول لي greenhouse gases allow the sun's light, غازات الاحتباس الحراري بتسمح لضوء الشمس to shine onto the earth's surface, ان ضوء الشمس ده يسطع على سطح الارض, the earth's surface. What does Layla's mom explain to her? مامة ليلى بتشرح لها ايه؟ يبقى Layla's mom دي احطها زي ما هي او اخليها شيء. وداز تروح لاكسبلين تديها اس تبقى شيء اكسبلينز, هي بتشرح لها the effect of تأثير of greenhouse gases, greenhouse gases on earth, تشرح لها تأثير غازات الاحتباس الحراري على كوكب الأرض. Why do the gases in the atmosphere keep the earth warm? ليه غازات الاحتباس الحراري بتخلي كوكب الأرض دافئ؟ Because they work as a blanket around the earth, لأنها بتشتغل كبطانية حول كوكب الأرض to make it warm, علشان تخليها دافية. Tourism is very important to Egypt. السياحة مهمة أوي لمصر. We all should help tourists. كلنا لازم نساعد السياح when they come to Egypt, لما يجوا مصر. Tourism gives jobs to local people. السياحة بتدي أو توفر فرص عمل للسكان المحليين so they can live happily, عشان يقدروا يعيشوا بسعادة, as they earn much money, لأنهم بيجنوا الأموال الكثيرة, يعني بيكسبوا فلوس كتير. It helps people learn about new cultures. كمان بيساعد الناس, السياحة دي بتساعد الناس انهم يتعلموا ثقافات جديدة من خلال الناس السياح دول, and old ones. So tourists learn about our amazing cultures. السياح بيتعلموا حاجات عن الثقافات بتاعتنا المذهلة. Tourists like to go to Aswan to see interesting places there. الناس بيحبوا يروحوا أسوان عشان يشوفوا أماكن جميلة وشيقة هناك, such as the temple of Philae, زي معبد فيلة, the Aswan Museum, متحف أسوان, and the Elephantine Island, وجزيرة Elephantine. They also like to go to شرم الشيخ to dive in the Red Sea. بيروحوا شرم الشيخ, كمان بيحبوا يروحوا شرم الشيخ عشان يغطسوا في البحر الأحمر. The best title of this passage is, أفضل عنوان للقطعة دي is tourism, السياحة. Elephantine Island is in Aswan, جزيرة إليفانتين في أسوان. Why do tourists like to go to Sharm el-Sheikh? ليه الناس بيحبوا go to Sharm el-Sheikh? قال لي to dive in the Red Sea, لكي يغطسوا في البحر الأحمر, to dive in the Red Sea.
How can tourism help local people? إزاي السياحة بتقدر تساعد الناس السكان المحليين؟ طبعا tourism gives jobs to local people. It gives them jobs. يعني بتديهم وظائف. And helps them وبتساعدهم السياحة بتساعدهم helps them بتساعدهم to learn about new cultures وبتساعدهم انهم يتعلموا حاجات عن ثقافات جديدة learn about new cultures. The next night الليلة التالية the elves found their new clothes الأقزام لقوا ملابسهم الجديدة. They were so happy that they danced around the workshop. كانوا مبسوطين أول درجة أنهم رقصوا حول الورشة before sitting down قبل ما يقعدوا to make more shoes عشان يعملوا أحذية جديدة أكتر. Soon people came from all over the land to buy the shoemaker's shoes. بعد كده على طول الناس بقوا يجوا يشتروا من كل أنحاء العالم عشان يشتروا من محل الأحذية ده. He and his wife weren't ever poor again. هو ومراته ما بقوش أبدا فقراء تاني ما عادوش فقراء. And they lived happily ever after. وعاشوا بسعادة طول العمر. At the beginning في البداية the shoemaker and his wife were very rich. True or false? No, they were very poor at the beginning في البداية. فهنا هنعمل false. The shoemaker found an amazing pair of shoes on his table. صنع الأحذية لقى زوج من الأحذية على الترابيزة بتاعته. True طبعا. Yes. The shoemaker is kind and honest. صنع الأحذية كان kind عطوف و honest أمين. The shoes were beautiful. الحذاء كان جميل. The shoemaker was surprised. صنع الأحذية كان مندهش when he found an amazing pair of shoes. لما لقى زوج من الأحذية. Egypt is a very beautiful country. مصر دولة جميلة. The Nile runs through the country until it reaches the Mediterranean Sea in the north. نهر النيل بيجري خلال مصر كلها الدولة كلها حتى يصل إلى البحر الأبيض المتوسط في الشمال. Cairo is the capital of Egypt. القاهرة عاصمة مصر. It is a modern city in lower Egypt. هي مدينة حديثة في مصر السفلى أو في الوجه البحري. Libya lies to the west of Egypt. ليبيا بتقع في غرب مصر. And Sudan lies to the south. والسودان بتقع في الجنوب. The Red Sea lies on Egypt's east coast. البحر الأحمر بيقع على ساحل مصر الشرقي. The Fayum Depression. منخفض الفيوم is a very special place. ليه بقى هو منخفض الفيوم ده مكان خاص جدا؟ As it's an oasis لأنه هو عبارة عن واحة. With the biggest waterfalls in Egypt. فيها أكبر شلالات في مصر. It has the huge Wadi Ar-Rayyan Park. فيها حديقة وادي الريان الكبيرة. Which is home to many birds and animals. وهي موطن لطيور وحيوانات كثيرة. There are also fossils of whales. في برضو حفريات لحيتان. الفيوم has lakes. الفيوم فيها بحيرات. And amazing sights. وأماكن مدهشة تتفرج فيها. All in one place. كل ده في مكان واحد. The Mediterranean Sea. البحر الأبيض المتوسط. Is in the north of Egypt. في شمال مصر. True. Yes. Cairo is a modern city in upper Egypt. القاهرة مدينة حديثة في مصر العليا. لا طبعا. False. عشان هي في lower Egypt. The Red Sea lies on Egypt's east coast. البحر الأحمر بيقع على ساحل مصر الشرقي. True. Yes.
Where is Wadi Rayan Park? أين تقع حديقة وادي الريان؟ It's in الفيوم. موجودة في الفيوم. لازم دي تبقى capital. عشان a name of a city. اسم مدينة. Why is الفيوم depression a very special place? ليه منخفض الفيوم مكان مميز جدا؟ قلنا as it's an oasis لأنه عبارة عن واحة with the biggest waterfalls in Egypt فيها أكبر شلالات في مصر. يبقى نقول هنا as it لأن هو as it's an oasis لأنه عبارة عن واحة with the biggest waterfalls in Egypt فيها أكبر شلالات في مصر with the biggest waterfalls in Egypt. The Nile Delta, Delta Nile is in Lower Egypt, بتقع في مصر السفلى أو في الوجه البحري. About 20 kilometers north of Cairo, حوالي 20 كيلومتر شمال القاهرة. The Nile River, اللي هو نهر النيل, spreads out into two branches, بينقسم إلى فرعين. There are these two branches, الفرعين دول flow towards the Mediterranean Sea. بيتدفقوا حتى يصلوا إلى البحر الأبيض المتوسط في الشمال. The Nile Delta is the fertile soil. The Nile Delta is the fertile soil. The Nile Delta is the fertile soil. Delta Nile دي هي الأرض الخصبة between the two branches of the Nile. اللي بين فرعي النيل. It stretches from Alexandria to Port Said. بتمتد من اسكندرية لبورسعيد. And it looks like a triangle. وتبدو كشكل مثلث. The Nile Valley is the area of land. وادي النيل هو منطقة من الأرض. On the banks of the Nile River. بتقع على ضفاف نهر النيل. It is very good for growing crops. هي منطقة جيدة جدا لزراعة المحاصيل like wheat, dates and beans مثل القمح والتمر أو البلح and beans والفول. The Nile River spreads out into three branches. نهر النيل بينقسم إلى ثلاث فروع. False طبعا عشان هما two branches. The Nile Delta looks like a triangle. دلتا النيل بتبدو كمثلث. True yes. Wheat, dates and beans don't grow. القمح والبلح والفول don't grow on the Nile Valley. ما بيطلعوش ما بينموش في وادي النيل طبعا فولز. What is the Nile Delta? ايه هي Nile Delta دي؟ تعال نشوف. قال لي the Nile Delta is the fertile soil. هي الأرض الخصبة between the two branches of the Nile. يبقى it's the fertile soil. هي الأرض الخصبة. Fertile soil between بين the two branches of the river Nile بين فرعي النيل. Between the two branches of the river Nile. أو ممكن نقول the Nile. Where is the Nile Valley? أين يقع وادي النيل؟ أو on the banks of the Nile River. It's on the banks of the Nile River. وادي النيل بيقع على ضفاف نهر النيل. On the banks of the Nile River. Nile River famous place فبنعمله بحروف capital. هنا بيقول لي Egypt is a very beautiful country. مصر دولة جميلة. The Nile runs through the country until it reaches the Mediterranean Sea. نهر النيل بيصل بيتدفق حتى يصل إلى البحر الأبيض المتوسط. In the north في الشمال. Cairo is the capital of Egypt.
القاهرة عاصمة مصر. It's a modern city in Lower Egypt. هي مدينة حديثة في الوجه القبلي. Libya lies to the west of Egypt. تقع ليبيا في غرب مصر. And Sudan lies to the south. بتقع السودان في الجنوب. The Nile reaches the Mediterranean Sea in the north. نهر النيل بيمتد حتى يصل إلى البحر الأبيض المتوسط في الشمال. Libya lies to the west of Egypt. ليبيا بتقع في غرب مصر. نشوف هنا girls in Mexico. البنات في المكسيك are wearing traditional Mexican dresses. بيلبسوا فساتين تقليدية مكسيكية. They are very colorful. هم ملونين. هم مين بقى يقصد هنا Mexican colors؟ عشان يجي يسألني هنا they دي بتعود على مين، هقول له Mexican dresses، الفساتين المكسيكية. There are lots of colorful stripes on the dresses. في كثير من الخطوط على الفساتين. They wear them during feasts. بيلبسوهم أثناء الحفلات والولائم and celebrations والاحتفالات. Mexican girls love bright colors. البنات المكسيكيات بيحبوا يلبسوا ألوان براقة. People in Mexico. الناس في المكسيك wear hats. بيلبسوا قبعات to protect their faces from the sun. عشان يحموا وشوشهم من الشمس. This is a sombrero. دي sombrero اللي هي ايه؟ It's a traditional Mexican hat. عبارة عن قبعة مكسيكية تقليدية. There are lots of different styles of sombrero. في تصميمات مختلفة للقبعة دي. Some have got stripes. في بعضهم عليها خطوط. And some are very colorful. بعضهم ملون جدا. Some even have got gold and silver on them. بعضهم عليه ذهب أو فضة. Girls in Mexico love بيحبوا ايه؟ Bright colors. الألوان البراقة. People in Mexico wear بيلبسوا ايه؟ To protect their faces from the sun. عشان يحموا وشوشهم من الشمس. بيلبسوا hats. قبعات. The sombrero has different styles. القبعة المكسيكية sombrero دي ليها styles مختلفة. What is sombrero? ايه هي السومبريرو دي؟ It's a traditional Mexican hat. عبارة عن قبعة مكسيكية تقليدية. Traditional Mexican traditional نكتبها أحسن. It's a traditional Mexican. لازم Mexican عشان جنسية تبدأ بحرف capital. Hat. قبعة مكسيكية تقليدية. What does the underlying pronoun they refer to? الضمير اللي تحته خط they ده بيعود على مين؟ هقول له it refers to. هو يعود أو يشير إلى the Mexican dresses. الفساتين المكسيكية. The Mexican dresses. يلا نشوف اللي بعديها. Number 11. Egypt is a very beautiful country. مصر دولة جميلة. The Nile runs through the country until it reaches the Mediterranean Sea in the north. Cairo is the capital of Egypt. It's a modern city in Lower Egypt. Libya lies to the west of Egypt and Sudan lies to the south. The Nile reaches the Mediterranean Sea in the north. Libya lies to the west. What is the capital of Egypt? ما هي عاصمة مصر؟ أقول له Cairo is the capital of Egypt. القاهرة هي عاصمة مصر. Cairo is the capital of Egypt. Where does Sudan lie? أين تقع السودان؟ هقول له Sudan lies to the south of Egypt. السودان بتقع في جنوب مصر. Number 12. The passage هنا بتقول the galabeya is a traditional Egyptian clothing. galabeya هي لبس مصري تقليدي. The white galabeya is very popular.
الجلابية البيضة مشهورة جدا ومحبوبة, but you can get other different colors, بس برضو ممكن تاخد جلابيات بألوان مختلفة. The جلابية is made from cotton, مصنوعة من القطن. It has sleeves, فيها كمام, and they are long, والكمام دي طويلة. ليه؟ Why? So we don't get sunburn, عشان ما نصابش بحروق الشمس. It has pockets, it has pockets, فيها ديوب, but they are hidden, لكن هما مستخبيين. هنا بيسألني, بيقول لي the white جلابية is very popular. ايه اللي مشهورة قوي؟ The white جلابية, الجلابية البيض. The جلابية has pockets, الجلابية فيها جيوب, but they are hidden, لكن هما مخفيين. What is the جلابية made from? It's made from cotton, هي مصنوعة من القطن. It's made from cotton. Why are the sleeves long? ليه الكمام بتكون طويلة؟ So we don't get sunburned, عشان ما نتحرقش. So we don't get sunburned. Sunburned. Passage number 13, القطعة 13. Maggie's mom, Mommy Maggie invited them, عزمته to go to the community garden with her, عشان يروحوا حديقة, الحديقة اللي حواليهم دي. The garden was dirty and messy, الحديقة كانت قذرة وكانت messy, فوضوية مليئة بالفوضى. Maggie helped his mom clean the garden, مامته ساعدته انه ينظف الحديقة. Then they dug the soil and planted some vegetables, حفروا في التربة وزرعوا بعض الخضروات, and fruit seeds, وبذور الفواكه. Maggie made friends with the other children, كون صداقات مع الأطفال التانيين. He watered the plants every day, كان بيروي النباتات كل يوم. Maggie was happy to see the plants get bigger, كان مبسوط قوي وهو بيشوف النباتات بتكبر. Bigger and bigger, أكبر وأكبر. Maggie's mom invited him to go to the community garden, عزمته عشان يروحوا الحديقة اللي جنبهم. Maggie made friends with the other children, كون صداقات مع الأطفال التانيين. What did Maggie and his mom plant? Maggie ومامته زرعوا ايه؟ They, اللي هي بنعوض بها عن Maggie ومامته دي. They عملوا ايه بقى؟ did تروح لplant, تخليها planted. They planted, هم زرعوا. Some vegetables and fruit seeds, بعض الخضروات. Some vegetables, بعض الخضروات. And fruit seeds, وبذور الفواكه. هنا what did Maggie do every day? Maggie كان بيعمل ايه كل يوم؟ He watered the plants every day, كان بيروي النباتات كل يوم. He watered, كان بيسقي او يروي the plants. He watered the plants every day. ده أول جزء Part 1 الخاص بالPassages. بعد كده هناخد الجزء الباقي إن شاء الله, هنزله لكم بكرة بإذن الله. كده Our session has come to the end, and when we finish we always say goodbye.